معانا النهارده اير فراير هنريش 12 لتر اكس 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 لارج، طبعا للطهي بدون زيت والاكل الصحي. درجه حرارته بتوصل ل 200 درجه وبتكون 1800 واط، وبيجي معاها الاكسسوارات والمستلزمات اللي في الصوره. طبعا بتكون ديجيتال، بقدر اتحكم في التايم ودرجه الحراره، اقدر اشوي فراخ، تسويه، تسخين، تحمير بدون زيت والاكل الصحي.